دكتور عمرو، قبل ما نبدأ، حاضر، من فضلك احنا عاملين اليوم ده للمصريين وللدولة المصرية عشان نلقي الضوء على أهمية الموضوع ده ومستقبل مصر ومستقبل بلادنا ومستقبل أولادنا، وبالتالي من فضلك خد راحتك وبالراحة عشان الناس تعرف. احنا كنا ممكن نعمل التخرج بتاع المجموعة اللي احنا عاملينها النهاردة دي ولا حد يسمع عننا حاجة، مش كده؟ صح. لكن احنا عملنا ده عشان نقول للناس، اذا كنتوا بتتكلموا في التعليم وعايزين تعرفوا التعليم اللي ممكن يبقى ليه فرصة حقيقية لبناتنا وأبنائنا في العمل، اللي احنا بنتكلم عليه ده واللي هتسمعوه النهاردة اليوم ده كله موجود عشان كلنا ننتبه ونهتم ونبذل الجهد، سواء كان في التعليم كتعليم أو في المبادرات اللي هيتم طرحها، مش كده؟ تمام. أو المطروحة يعني واللي هنلقي الضوء عليها، أو حتى اللي ممكن يتعمل عشان ندي فرصة حقيقية للموضوع.